سهله واحنا شو بقول لكم طريقه عن السياره. ايوه ولو ان الوقت ازف. ايه انا طلع عندي في السياره رجه. ايوه وهذه الفائده اللي عندهم سيارات. نعم طلع فيها رجه كويس. الرجه كانت تجي عند الثمانين وكانت تجي عند الظاهر 110 او شيء من هالقبيل. فرحت اكشفت عليها ترصيص ما قالوا سليم. كفرات تكرمون سليم. الاذرعه المقصات سليم. سليمه. فوديتها الورشه من الورش الفخمه حقيقه. ايوه وقلت سووا لي بس شوفوا لي الرجه ذي وشي منها. قالوا لي الرجه من الجير. قلت من الجير؟ قالوا لي الرجه من الجير يعني رجه الموتر كانك راقد على عيون القطط. ايه تحس انه رج. ايه فقالوا لي انه من الجير. شلون؟ ايه قالوا يبغى له توضيب. توضيب سياره يعني جديده ما فيها. قالوا يبغى له توضيب لكن احنا بنسوي حركه. قالوا احنا بنغير الزيت زيت الجير والفلتر لعله ينفع. قلت طيب توكل على الله يعني شيء هوا من شيء. المهم قلت شيكوا عليها تشيك كامل. شيكوا عليها ورتبوا كذا وغيروا الزيت. طلعت بالسياره ولها ايش؟ نفس المشكله. نفس المشكلة. لكنها تغيرت فيها اشياء. تغير موقع السرعه. تغير الرجه موقعها تغير من 100 الى صار في التسعين الظاهر. كان في الثمانين صار في التسعين او العكس وصار عند 120. فوش سويت؟ ايوه هنا بدا التفكير اسمه عادل فكرالح. قمت اخذت التلفون ودخلت على جوجل ماب وكتبت صيانة الجير نوع السيارة. فطلعت لي الورش المختصة. فدقيت على ورشة في اللي في أم الحمام. ايوه علي بن طبعا قبل ما ادق عليه اخذت رقمه رحت النمبر بوك طلعت اسمه. هاني اول واحد هاني. ايوه السلام عليكم حياك الله يا هاني. اهلا وسهلا كيف حالك عساك طيب. هاني على اني ايش؟ خويه زبون قديم. هاني يا قلبي عندي السياره كذا 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 وقالوا لي كذا وغيرت كذا. قال هذه طنجره الجير. هذه طنجره الجير تعال نغيرها لك ان شاء الله ويزين الموتر. يا سلام. قلت بيض الله وجهك خلاص. كم تكلف؟ قال تكلف 1100 ولا توضيب الجير. توضيب الجير صار 15 اقل شوي. شفت؟ واقوم اخذ مره ثانيه. وين رحت؟ رحت لصناعيه المحمم. لا صناعيه الشمال. الشمال شمال. اي وادق على واحد. ايوه سال واخذ نمبر بوك طق وطلع اسمه نفسه. اي نفس الحركه. حياك الله فلان كيف حالك طيب. والله قلت والله الموضوع كذا كذا. قال لي قالك طنجره صادق اعتقد انها الطنجره هي اللي خربانه فيه وكذا. يا سلام يا سلام. قلت زين واقوم ادق على الصناعيه ايش؟ القديمة. قديمة صناعية القديمة. أيوة ويكلمني واحد حضرمي. أيوة. أسأل الله أن يسعده في الدنيا والآخرة. قلوا آمين آمين. سلام حياك الله يا فلان. حياك الله. قال بعدها الحضرموت. أيوة. حياك الله. أهلا كيف حالك عزيزي أبو عبد الله؟ لا لا معك عبد الله. حياك الله كيف حال الله يبارك فيك سلم كأني أعرفه من سنين. أيوة. قلت يا فلان الـ عندي الـ كذا 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 كذا. قال غير الزيت مرة ثانية. قلت انا مغير. قال غير الزيت مره ثانيه. شلون؟ قال غير الزيت. هو احتمال انه فيه باقي تسربات. مو لا شو اسمها؟ تراب. شو اسمها؟ براده حديد. ترسبات. ترسبات داخله في الطنجره فبالتالي في موقع معين تحدث رجه. الترسبات هي السبب. فغيره مره ثانيه. اذا تغير وخف وما زال غيرها مره ثالثه بعد ما تمشي 2000 كيلو مو 2000 اي 2000 كيلو 2000 كيلو غيرها مره ثانيه. حلو. قلت اهدى والله واروح اغيره وتسلك السياره زي الحلاوه. يا سلام الله تبارك. يا سلام. لذلك احيانا التفكير التخطيط جيد انك تفكر شلون تحل مشكلتك بطرق متعدده. يا سلام. ايش رايكم في فكره الاتصالات ذي؟ والله حلوه. صحيح اعجبك. والله حلوه. شديت ان التقنيه تخدمنا. حلوة والله التقنية تخدم الآن.
اي والله التقنيه تخدم كل شيء تخدم، وبعدين على قولتهم شغل مخك شوي بس شغل مخك هو الهدف شغل مخك بس. طيب عموما انا كان بودي والله اقرا من الهاشتاج يعني هدى و ام ام ار